علشان نعرف إذا كان هرم مصلو معدول ولا مقلوب، تابعوني أنا شهير طلعت ودي يوميات طبيب نفسي. أهلا وسهلا بحضراتكم. في الدنيا في أهرامات كتيرة جدا، وجوه علم النفس في كمان هرم شهير جدا اللي هو هرم مصلو. هرم مصلو منسوب لعالم النفس الأمريكي الشهير أبراهام مصلو، وده كان أستاذ علم النفس في كتير من الجامعات الأمريكية. النهاردة احنا هنحاول نقدم نظرة علمية مختلفة لكتير من كلام مصلو بما فيها الهرم. كلامنا نوعا ما هيبقى مايل أكتر ناحية النقد للكلام بتاعه. ليه؟ لو احنا فتحنا اليوتيوب وكتبنا كلمة هرم مصلو بمختلف اللغات هنلاقي عشرات اذا ما كانش المئات من الفيديوهات بتتكلم عن الهرم، ولان الناس كتير جدا معجبة بالهرم وناس كتير جدا بتدغدغ مشاعرنا وعواطفنا بالكلام اللي قاله مصلو سواء في الافكار بتاعته او جوه الهرم بتاعه، فاحنا بنتأثر بالكلام ده وبنحس ان الكلام ده عجبنا او على هوانا، وبنقول ايوه هو ده اللي انا حاسه، او هو ده الكلام اللي بينطبق عليا. في حين ان احنا لو حكمنا شوية بعض المعايير العلمية وبعض المقاييس وهنشوف بعض الانتقادات الموجهة للهرم، هنقدر نوصل الى نظرة عمومية، نظرة شاملة كده نقدر نقيم بيها الأفكار بتاعته. هنعرف ساعتها إذا كانت الأفكار دي أفكار علمية ولا مجرد كلام أنا هوصفه إن هو كلام إنشائي، كلام عاطفي، كلام مش مبني على أرضية صلبة يمكن إن إحنا ننطلق من خلالها. هدخل على طول في الموضوع وهقول إن أول نقد موجه لهرم مصلو والأفكار بتاعته للأمانة هو ملوش علاقة وملوش ذنب في النقد ده، لأن النقد ده سببه أن أبراهام مصلو نفسه ما رسمش هرم. يعني في الكتاب بتاعه لما حضراتكم هتطلعوا عليه وفي الأفكار بتاعته المنشورة هو ما رسمش أي أهرام، لكن الناس اللي بتحاول أنها تجود أو أنها تشرح أو تطلع كتب بتفسر أفكار إبراهام مصلو هي اللي حطتها في الهرم بتاعها. المشكلة هنا إن من حق كل واحد يطلع الهرم بتاعه، من حق كل واحد يبني هرم قدام بيته، هو حر، لكن تنسبه لمصلو يبقى لابد إن إحنا نراعي الدقة العلمية ونراعي الأفكار اللي قالها مصلو، لأن في بعض أو أقلية من بعض الشروحات أو الفيديوهات الأهرام المنشورة ملهاش علاقة بمصلو، والكلام اللي فيها ملهاش أي علاقة بالكلام اللي قاله أبراهام مصلو. فنخلي بالنا من القصة دي، وأنا هحاول أحط لكم لينك للكتاب بتاعه من أمازون. هو صحيح غالي شوية، لكن علشان منين ما نقرأ أو نسمع إن في حد بينسب كلام لمصلو نقدر نراجع الكلام ده على الكتاب المنشور، وممكن كمان ألاقي لكم نسخة PDF مجانية موجودة على الانترنت. تاني حاجة وهي عنوان الكتاب بتاعه اللي بيحمل الأفكار بتاعته. الكتاب بتاعه اسمه Motivation and Personality، وكان الكتاب يهدف إلى أنه يشرح جوانب كتيرة جدا في سلوكيات الإنسان وفي الشخصية بتاعته بما فيها تعريف الهيلثي بيرسون او الشخص الصحيح والسوي، الشخص الكامل. انا كلمة كامل دي من عندي انا للأمانة، وهنا بتيجي مشكلة الترجمة. الكلمة المنشورة او المشهورة عن الهرم انه هرم احتياجات، او اللفظة اللي اتقالت في البحث بتاعه hierarchy of needs، يعني هرم ليه تراتبية معينة في الاحتياجات الإنسانية. بس أفكار إبراهام مصلو والنظرية بتاعته مش بتتضمن الاحتياجات فقط،
بالعكس هو استخدم كلمة مختلفة جدا في الكتاب بتاعه اللي هي كلمة motivation. وهنا بتيجي مشكلة الترجمة، ان في ثلاث كلمات، بيستخدموا احيانا في العربي بالتبادل، لكن كل واحدة منهم ليها المفهوم بتاعها في العلم وليها الكتب والمراجع بتاعتها. الثلاث كلمات هما motivation, needs و drive. هحاول اترجمهم بالترجمة بتاعتي، واتمنى ان تكون الترجمة بتاعتي صحيحة وعلمية. motivation يعني حافز، needs احتياجات اسف، ودرايفز يعني الدوافع. فالكلمة اللي استخدمها في الكتاب بتاعه لشرح مجمل افكاره هو كلمة motivation مش كلمة needs. وزي ما قلت لحضراتكم ان motivation غير كلمة needs، غير كلمة درايف. فمش كل احتياج هو حافز، ومش كل حافز هو دافع، والاتنين مش التالت. وفي ابحاث كتيرة جدا اتكلمت عن كل واحدة منهم. فقصة الترجمة دي قصة مهمة جدا، لان علشان ما نحطش الانطباعات الشخصية بتاعتنا، علشان ما نطلعش افكار من عندنا ونظن ان مصله او ان هو ده اللي احنا كنا محتاجين ان مصله يتكلم عنه. هل معنى كده ان احنا ننفي ان الهيراركي بتاعه او الهرم بتاعه ده هو هرم محتاجات وهيراركي اوف نيدز؟ لا، ما ننفيش كده، بس افكاره مش بس عن موضوع الاحتياجات، لا، في حاجة تانية اعمق، وفي حاجة تانية اكبر من كده. حاجة تانية اعمق واكبر من السلمة الاولى، السلمة الاولى اللي هي كانت بتتكلم عن الاحتياجات الفسيولوجية للانسان، الاحتياجات الفسيولوجية اللي هي اللي بتحافظ على حياة الانسان، زي الاكل، الشرب، النوم، الاخراج، الجنس، الى اخر هذه الاحتياجات الفسيولوجية. وطبعا تدخلوا بعض الاطباء وحطوا بعض الاحتياجات الفسيولوجية الاخرى في وظائف الجسم. فالانتقاد الموجه هنا في السلمة الاولى، وهي قصة الجنس للامانة، يعني لانه حصل نوع من انواع الخلط ما بين الغريزة والاحتياج. وفي بعض العلماء بدأوا يفسروا وبدأوا يميزوا ما بين الغريزة والاحتياج. هل كل غريزة هي احتياج، ولا ممكن انها ما تبقاش احتياج، او لابد انها تسدد، زي ما احنا هنشوف واحنا ماشيين في الفيديو. وكانت الخطوة التانية او السلمة التانية في الهيراركي اوف نيدز لغاية دلوقتي، يعني احنا بنستخدم كلمة الاحتياجات، الكلمة المنتشرة والمتداولة، كانت فكرة الامان، وهي حاجة الانسان او الكائن الحي انه يحافظ على حياته، انه يبقى امن على نفسه وعلى روحه، انه يمشي في الشارع بامان وسلام، انه يبقى امن في بيته، ان يبقى في باب قافل على بيته، ان يبقى في امان وظيفي، يبقى في امان في الحياة عموما، امان صحي، الى اخر هذا الكلام. لكن التقسيمة الفعلية واللي كانت موجودة من قبل مصله نفسه، هي كانت ان الحاجات دي او الاحتياجات دي متقسمة الى نوعين. النوع الاولاني اللي هي الاحتياجات اللي بيشتركوا فيها كل الكائنات الحية، سواء اذا كان انسان او حيوان، اي مكان الكائن الحي، اي كائن حي محتاج انه ياكل، اي كائن حي محتاج انه يشرب، انه يخرج، انه يتنفس، انه ينام، انه يستريح. دي بتشترك فيها كل الكائنات الحية. لكن البصمة اللي أضافها مصله للأمانة كانت قمة الهرم، وهي السلف اكشواليزيشن أو تحقيق الذات. ودي الحاجة اللي كانت أعتقد إن هو ده الفكر بتاعه أو الفلسفة بتاعته، إن هو حاول إن هو يميزنا كبشر، إنه يميزنا كبني أدمين، إن إيه اللي بيميزني أنا عن بقية الكائنات الحية أو بقية الخليقة، اللي هو اني بحاول اني احقق ذاتي. بنرجع تاني للانتقاد بتاع الترجمة. ليه؟ لان الكلمة اللي استخدمها مصله كانت self-actualization.
اول ما بنسمع كلمه سيلف اكشواليزيشن او اول ما بنلاقي بعض الناس بتوع التنميه البشريه يكلمونا عن تحقيق الذات، يبتدي كل انسان مننا يحط الانطباعات الشخصيه بتاعته تاني. حقك انك تحط الانطباعات الشخصيه، حقك انك تسقط احلامك وطموحاتك وافكارك على الكلمه دي سيلف اكشواليزيشن. لكن المهم انك لو هتتكلم من وجهه نظر ماسلو انك تعرف هو كان يقصد ايه. للامانه هو اتكلم على امكانيه تحقيق الذات طبقا لامكانيات كل شخص، لكن في نفس الوقت في الكتاب بتاعه اختلطوا مفهومين، مفهوم هرم الاحتياجات وسيلف اكشواليزيشن مع الهيلثي بيرسون او الشخص الصحيح والسوي. وهنا بقى بتيجي مشكله كبيره جدا في افكار ماسلو. لو احنا تتبعنا الافكار الموجوده في الكتاب بتاعه وفي النظريه بتاعته في مفهوم السيلف اكشواليزيشن والهيلثي بيرسون الشخص الصحيح، هنلاقيه ان هو ما حطش مفهوم واحد، لا ده يمكن حط عشرات المفاهيم، عشرات الافكار، عشرات الكلام اللي يعني صعب ان انا اترجمه كله او احط لكم كل النقاط. حاطط صفات زي الصدق، كويس، الايمان بالعدل والجمال، انه يبقى متسق مع ذاته ومع المجتمع اللي حواليه، انه يبقى متفرد، انه يبقى مبتكر، انه يبقى مبدع، انه يبقى ويبقى ويبقى، افكار كتيرة جدا هو حاططها، افكار تبلغ حد من المثالية يجعلنا نشك في إمكانية تحقيقها، أفكار تبلغ حد الكمال، أفكار يمكن ما بتنطبقش غير على الأشخاص اللي إحنا بنقدسهم في حياتنا. وكأنه يعني بعد بالسلمة دي أو حسسنا، أو على الأقل ده يعني اعتبره إن ده الانطباع الشخصي بتاعي أنا، إنك مش هتحقق ذاتك، إنك مش هتوصل لفكرة السيلف أكشواليزيشن. وده السبب في المنهجية اللي استخدمها أبراهام ماسلو في بناء المنظومة الفكرية بتاعته. أبراهام ماسلو لما جه يتكلم أو يفكر في منظومة السيلف أكشواليزيشن، كان في ذهنه الأشخاص اللي الكبار في الدنيا، الناس المسلط عليها الأضواء والإعلام والشهرة أيا مكان المجال اللي هم مشهورين فيه. فهو استخدم نماذج في مختلف المجالات، في الأدب وفي العلم وفي الفن إلى آخر هذه المجالات، وحذكر لحضراتكم نموذج علمي شهير جدا اللي هو ألبرت أينشتاين. يعني أبراهام ماسلو لما كان بيتكلم عن مفهوم تحقيق الذات كان حاطط في ذهنه صورة ألبرت أينشتاين، قصة حياة ألبرت أينشتاين بالإنجازات طبعا اللي حققها في حياته، وللغاية دلوقتي بتتحقق الأفكار بتاعته لغاية دلوقتي. هختم الجزء الأولاني بسؤال، وهو حضراتكم شايفين إن أنا ينفع أطبق نموذج أو اللي استخدمه أبراهام ماسلو في استخدامه للشخصيات العالمية زي ألبرت أينشتاين في إن أنا أبني منظومة فكرية تصلح لكل البشر، تصلح لكل الناس الكبيرة أو الناس البسيطة في حياتها؟ هل حضراتكم شايفين أني كوني ما أخدتش جايزة نوبل ده معناها أني أنا ما حققتش ذاتي، أو أني ما عملتش، ما طلعتش لقمة الهرم؟ هنشوف في الجزء الثاني بقية الاعتراضات. تابعوني وشكرا لحضراتكم. سلام.